هنالك ضغط مباشر ليس فقط على الفصائل المقربة من إيران وإنما على النظام السوري كما هو واضح. هذا شخص مقرب من النظام السوري، الجيش العربية السوري ضرب في أكثر من مناسبة من قبل إسرائيل بشكل مباشر. تصعيد الضغط تحديدا على الجيش العربية السوري، ما الذي يعنيه بهذا التوقيت تحديدا؟ يبدو أن إسرائيل تود أن تضع المزيد من الضغط ليس فقط على وكلاء إيران وإيران نفسها، ولكن كذلك حزب الله وسوريا، وكذلك يريد وضع الضغط على النظام السوري وكذلك على القوات العسكرية السورية، قوات الجيش السوري. والرئيس السوري يريد أن يبقى رئيسا لسوريا ويريد أن يعيد التأكيد لوجوده بهذه المنطقة، وكذلك يريد أن يحكم الدروز ويرى وكذلك المنطقة الكردية في سوريا والنقاشات مع الأكراد السوريين إلى آخره. كلها زادت من الضغط عليه، وعليه كذلك أن يكون مسؤولا لأي شيء يمكن أن يحدث ضمن أقاليمه أو منطقته، أي شيء يمكن أن يستخدم ضد إسرائيل في أقاليمه. وإسرائيل ربما ليست قلقة حيال ما يحدث داخل سوريا بين المعارضة والنظام السوري، ولكنهم يقلقون حول ما يتم إطلاقه من سوريا إلى إسرائيل. ولهذا السبب فإن إسرائيل ستحاول أن تضع المزيد من الضغط على القوات العسكرية السورية وكذلك على النظام السوري من أجل أن تقلل أو أن تضع نهاية لهذه العناصر التي تستخدم الأراضي السورية من أجل أن تقاتل أو من أجل أن تطلق الصواريخ ضد إسرائيل.